التحليلية من الميادين. المعارضة البحرينية تعقد مؤتمرا سياسيا في لندن، هو الأول منذ 12 عاما. هل ينجح التئام المعارضين في إعادة تحريك القضية السياسية ومواجهة التحديات المستقبلية؟ إيران تكشف عن أكبر منجم لليورانيوم في يزد. خطوة أخرى نحو التمسك بحقوقها في ضوء جمود المفاوضات النووية، أي رسائل تبعث بها؟ أوبرا كارمن الفرنسية بقيادة أوركسترا أمريكية على مسرح روسي في سان بطرسبرغ. فنانون غربيون يتضامنون مع زملائهم الروس ويثبتون أن الفرن الرفيع خارج السياسة. وثيقة اليوم في بوليتيكو: قانون جدلي للرئيس الأوكراني يفتح نافذة على واقع جيشه. تمرد وفرار من الجبهة وخمر، مجندون بلا خبرة، أي تأثير على الجبهات؟ وفي قضية اليوم: إنسانية مجزأة في منظومة قيم الغرب الأطلسي. سوريا بين الكارثة الطبيعية وكارثة صنعت في الغرب، حصار يكبل الدعم الدولي، هل تقاس الإغاثة بالسياسة؟ أهلا بكم. إعادة إحياء القضية عبر مراجعة سياسية، مؤتمر هو الأول من نوعه يجمع المعارضة البحرينية، أي خلاصات وكيف يبنى عليها؟ عندما تحدق الأخطار بالوطن لابد من إرادة صلبة وعمل من أجل التغيير للتخلص من الاستبداد. أخطار وحدت المعارضة البحرينية بكل أطيافها في مؤتمر سياسي هو الأول من نوعه. فأنا أعتقد مهم مثل هذه المؤتمرات أن تخلق رؤية وبرنامج جديد يواجه مثل هذه المخططات الخطيرة على أبناء شعب البحرين. أهميته أنه يبعث رسائل إلى النظام بأن المعارضين لن يتخلوا عن القضية وأنهم سيوحدون صفوفهم من أجل تقوية الصف المعارض ومن أجل تحقيق النصر على هذا النظام. على مدى يومين ناقش المشاركون بعيدا عن الإعلام في ورش عمل مكثفة مراجعة سياسية لتجربة دامت 12 عاما من أجل إعادة النهوض والاستفادة من التجارب الناجحة للنشطاء. المعارضة استطاعت اليوم بنشطائها بالحقوقيين أن تصل إلى أعلى المراتب الدبلوماسية في ليس فقط نشر القضية أو فضح هذا النظام، إنما الحصول على مكتسبات دبلوماسية. بينما الجهة الأخرى نرى النظام سنة بعد سنة يزيد في قمعه، يزيد في دكتاتوريته. الخطر الموجود في البحرين سواء من خلال التجنيس السياسي أو من خلال مصادرة الإرادة الشعبية أو سياسة القمع التي يمارسها النظام ضد شعب البحرين، ومؤخرا أيضا الخطر من توطين الصهاينة في البحرين وسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. المشاركون اتفقوا على عقد المؤتمر دوري سنوي وتعيين أمانة عامة لمتابعة توصيات المؤتمر، كما أكدوا دعم كل الجهود للوحدة الوطنية بين فصائل المعارضة ونصرة المعتقلين ودعم عوائل الشهداء بالوسائل المتاحة كافة. اجتماع المعارضة بكل أطيافها بعد مرور 12 عاما تأكيد على أن المعركة السياسية لم تنتهي بعد في البحرين، خطوة عززتها رغبة الحاضرين في استنهاض العمل ورص الصفوف للتخلص من الاستبداد. موسى سرور من جنوب لندن، الميادين. ويبقى معنا مراسل الميادين موسى سرور. موسى أهلا ومرحبا بك. إذن بعد 12 عاما على انطلاق الحراك في البحرين، ما أهمية انعقاد هذا المؤتمر وما الرسائل التي يوجهها؟ نعم، الأهمية هي في المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر. هناك شخصيات سياسية قدمت من مختلف دول العالم، من أستراليا، من نيوزيلندا، من السويد وغيرها من الدول، فضلا عن مشاركة شخصيات لا تريد أن تعلن عن اسمها ربما لأسباب أمنية وموضوعية، فضلا عن أن هذا المؤتمر يحظى بمباركة علمائية
وأيضا مشاركة لمختلف الطوائف من الطوائف الإسلامية، وهذا يعني تأكيد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر. وفيما يتعلق أيضا بالتوصيات والخطوات التي والقرارات التي أخذها هذا المؤتمر في مسألة انعقاده بشكل دوري، تعيين أمانة عامة أو لجنة متابعة النشطاء والتحركات، وأيضا هو نقل تجربة النشطاء الناجحين إلى بقية مدن العالم من أجل التعريف بالقضية البحرينية، من أجل الضغط على حكومات الغرب لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أما فيما يتعلق بالرسائل، أهم هذه الرسائل أنه بعد رغم مرور 12 عاما على هذا الحراك، استطاع المعارضون لما شملهم واستطاعوا أن يجروا مراجعة أو جردة سياسية يعني تجنب الأخطاء، ومن أجل صقل تجربتهم بشكل أفضل لمواجهة التحديات السياسية، لا سيما بعد قرار الحكومة البحرينية في التطبيع مع إسرائيل. نعم، إذن أيضا تم الاتفاق على عقد المؤتمر بشكل دوري. هنا نسأل مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي، أي دور لهذا المؤتمر، مؤتمر لندن للمعارضة البحرينية، في توحيد جهودها النضالية من أجل بحرين جديد؟ مساء الخير لك يا آلاء وللزملاء والمشاهدين الكرام. هنا أود أن أعود إلى الوراء، إلى تاريخ يعني ليس بعيدا، المؤتمر المعارضة العراقية الذي سبق الاحتلال الأمريكي للعراق. نتذكر تبعات الاحتلال الأمريكي للعراق ومخاض العملية السياسية الصعب في العراق، والحرب الأهلية، وكذلك الحرب الإرهابية التي شنها داعش والقاعدة وغيرهما من المنظمات الإرهابية على العراق. آنذاك بريطانيا احتضنت مؤتمرا للمعارضة العراقية، واليوم بريطانيا تحتضن مؤتمرا للمعارضة البحرينية. هنا أود أن أشير إلى نقطة هامة. إلى حد ما نظام الحكم في المنامة استطاع أن يقنع ولو على يعني على أقل تقدير بشكل محدود، يقنع بعض يعني الآراء العالمية بأن ما يجري في البحرين هو يحمل طابعا طائفيا، وهذا طبعا منافي للواقع. المعارضة البحرينية معارضة متنوعة، وهذا ما تريد أن تقوله من خلال مؤتمر لندن. لكن الخوف من أن التأثيرات الخارجية على سير عملية توحد المعارضة البحرينية العريقة بكل نضالاتها الكبيرة والمعروفة يضع هذه المعارضة ويضع هذا المؤتمر واحتمالية استمراره في بلد عمليا يرعى النظام البحريني، بلد مسؤول عن الكثير من مصائب المنطقة العربية والاحتلال، وكذلك قضية فلسطين، كل ذلك يجعلنا نفكر مليا، هل ستنجح فعلا المعارضة في لملمة صفوفها من خلال اللجوء إلى الساحة اللندنية؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عنه المعارضة بشكل مباشر من خلال مراجعة الكثير من. وانطلاقا من هنا تحديدا، نسأل موسى سرور، كيف تتعاطى الحكومة البريطانية والأحزاب السياسية في لندن مع قضية البحرين وملف المعتقلين السياسيين؟ يعني المعارض، هناك يعني لابد من الإشارة إلى أن هناك هامش موجود في الساحة السياسية البريطانية يعطى لبعض المنظمات وبعض الشخصيات السياسية بأن تطلق مؤتمر، يعني أن تعلن عن مراجعات أو إجراء أو يعني إطلاق مبادرات سياسية معينة، وهذا لا يعني أن هناك تأييد من الحكومة فيما يتعلق بهذه المبادرات السياسية. الحكومة البريطانية من المعروف موقفها بشكل واضح وتأييد كبير للسلطة، سلطة المنامة، بل أكثر من ذلك الحكومة البريطانية هي تقوم بحسب ما يعني كشفت بعض الوثائق بإجراء تدريبات للشرطة البحرينية التي ارتكبت جرائم أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين السياسيين، والتي نفذت الإعدامات بحق بعض المعارضين السياسيين. ولكن في المقابل هناك تأييد من قبل بعض المعارضين، بعض السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية، من نواب من الحزب العمال، من الحزب الديمقراطي الليبرالي، حزب الشين فين. اليوم كان هناك مؤتمر وقد حضرته في البرلمان
البريطاني بمناسبة أو بمناسبة الذكرى 12 للحراك في البحرين. كان هناك إجماع من جميع هذه الأحزاب وعلى رأس هؤلاء النواب حضر أيضا زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين. نعم. كان هناك إجماع على ضرورة دعم نضال الشعب البحريني على انتقاد السياسة الحكومية فيما يتعلق بغض النظر عن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات المنامة بحق المعارضين السياسيين. كان هناك مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولا سيما الذين يتعرضون للتعذيب وهم مرضى داخل السجون. يعني هذا يؤكد أن هناك نوع من الانقسام، هناك تأييد شعبي لحقوق لمطالب الشعب البحريني، ولكن الحكومة بسبب مصالحها السياسية هي مؤيدة بل مشاركة في اضطهاد الشعب البحريني. مشاهدينا، جمود في المحادثات النووية، ثبات إيراني على رفض الإملاءات الغربية أمام هذه الثنائية، رسائل إيرانية من أكبر منجم لاستخراج اليورانيوم في يزد. بعد سنوات من الدراسات والتنقيب كشفت إيران عن أكبر منجم لإنتاج اليورانيوم والمولبدين في محافظة يزد وسط البلاد. تكمن أهمية هذا المنجم في ضخامة ثرواته، فهو يحتوي على نحو 650 طنا من معدن اليورانيوم و 4600 طن من معدن المولبدين، وهي أرقام تزيد من قدرة إيران على إنتاج كميات ضخمة من الكعكة الصفراء اللازمة لتخصيب اليورانيوم من جهة، وإعداد منتجات استراتيجية تدخل في الصناعة النووية الإيرانية من جهة أخرى. نسعى لبناء قدراتنا بهدف زيادة تطوير إنتاج الطاقة الكهرونووية وتطوير استخدام الأشعة التي بإمكانها توفير دورة الوقود النووي للبلاد، وهو استثمار لتحقيق طاقة نظيفة. هنا سنقوم ببناء دورة تكنولوجية في هذا المجال، وسيجري توفير البنى التحتية لها على نحو كامل. في وقت تراوح فيه المحادثات النووية مكانها، يرى البعض في كشف طهران عن هذا المنجم رسالة لواشنطن والغرب تفيد بمضي إيران قدما نحو مزيد من التطور التقني في الصناعة النووية الوطنية، سواء عبر التنقيب أو الاستخراج أو التخصيب برغم الضغوط والعقوبات. الرسالة الأساسية من افتتاح هذا المنجم هو أن إيران لا زالت مصرة على امتلاك الدورة الكاملة لتخصيب اليورانيوم، من التنقيب إلى الاستخراج وإلى التخصيب واستعماله في المجالات المختلفة. تجدد الخارجية الإيرانية رفضها الإملاءات الغربية والأمريكية واتهامات الغرب المتكررة بشأن برنامجها النووي، مؤكدة عدم تسجيل المفتشين الدوليين أي إجراء جديد أو غير قانوني يستدعي تبليغ الوكالة الدولية به. إذا لا تغيير في النهج الإيراني الطامح لامتلاك تقنية نووية سلمية ولا تراجع عن الخطوط الحمر المعلنة سابقا، هي ثنائية تؤكد طهران أنها ماضية فيها مع التزامها مسار المفاوضات على قاعدة رفض الشروط والإملاءات. ملك عابد، طهران، الميادين. ونبدأ مع محلل الميادين للشؤون الإيرانية سيافش فلاح بور، أهلا ومرحبا بك. إذن هذه الخطوة تتزامن مع تعثر المفاوضات في فيينا وأيضا زيادة العقوبات الغربية ضد طهران، ما الرسالة التي تريد إيران توجيهها من خلال الكشف عن هذا المنجم؟ نعم، الرسالة الأساسية وبالنظر إلى المواقف والتصريحات الصادرة عن السلطات الإيرانية هي أنها لن تربط تقدم البلاد بمسار المفاوضات أو رفع العقوبات، فهذه الخطوة التي يبدو أنها اكتملت اليوم بالكشف عن قاعدة عسكرية استراتيجية للقوات الجوية الإيرانية تقول أن طهران لن تسمح بتحويل المفاوضات إلى أداة لاحتوائها، وبالفعل تظهر سياسة الدول الغربية خلال السنوات الماضية أنها تنظر إلى المفاوضات كأداة لاحتواء الدول الأخرى وليس آلية للحوار أو التعاون كما يزعمون، لأن الغرب عادة في مثل هذه المفاوضات يعتمد على سياسة العصا والجزرة ولا يسمح للطرف الآخر بتحقيق أي مكاسب ولو بسيطة عبر طاولة الحوار. من جانب آخر يمكن قراءة هذه الخطوات الإيرانية في إطار الرد على الإجراءات التصعيدية المؤخرة من جانب واشنطن وحليفتها في المنطقة أي إسرائيل، إجراءات شملت الاعتداء على منشآت إصفهان العسكرية، أيضا محاولات لخلق
صبغ إجماع دولي جديد ضد طهران، ولكن في نهاية المطاف تظهر هذه الرسالات الإيرانية أنه لا المفاوضات ولا الضغوط تتمكنان من إجبار طهران على التراجع عن خطوطها الحمر المتعلقة بالشأن الدفاعي وتوسيع البنية التحتية الاقتصادية للبلاد. بالحديث عن الضغوط نسأل هنا مراسلنا موسى سرور، يعني مؤخرا قالت لندن أنها تعيد النظر بدعمها للاتفاق النووي، كيف يمكن أن نفهم الموقف البريطاني اليوم؟ يعني في الحقيقة كنا قد استوضحنا من المتحدث باسم الحكومة البريطانية بشأن هذا الموقف حول مسألة ما إذا كانت بريطانيا فعلا تعيد النظر بالاتفاق بموقفها في بشأن الاتفاق النووي، وقد نفى ذلك مؤكدا أن بريطانيا لم تغير موقفها منذ مارش آذار العام الماضي، ولا تزال بريطانيا تؤمن بضرورة إعادة إحياء الاتفاق النووي. أعتقد أن هذا الموقف الذي صدر في صحيفة الديلي تيليغراف كان قد نقل عن مسؤول في الحكومة البريطانية، وربما هذا قد يؤشر إلى الانقسام داخل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بموقفها تجاه إيران، وربما قد يكون قياسا على ذلك مسألة وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب. كان هناك انقسام في الحكومة، وزيري الداخلية والأمن كانوا يؤيدان بشدة بعد إعدام علي رضا أكبري بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، ولكن الخارجية البريطانية وتحديدا وزير الخارجية رفض ذلك لأنه يريد أن يكون هناك قناة تواصل مع إيران. هذا يؤكد بأن هناك انقسام داخل الحكومة في التعاطي مع الملف الإيراني، وهذا يؤكد أيضا بأن لا تزال بريطانيا تنظر إلى إيران على أنها دولة قوية ودولة استراتيجية، ولابد أن ترعى مصالحها في استمرار أو في استمرار هذه العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جديد إليك سيافاش فلاح بور، إلى أي مدى تلبي هذه المناجم الجديدة حاجات إيران لأغراضها العلمية والنووية، وأي دور لذلك في الصمود في وجه العقوبات الغربية على طهران؟ نعم، وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات العلمية في إيران ولا سيما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن هذه المصادر والموارد الجديدة التي تم الكشف عنها ستؤدي دورا أساسيا في تنفيذ الوثيقة الوطنية للطاقة النووية، وهذه الوثيقة تحتوي بالفعل على رؤية إيران الشاملة بشأن دور المحطات النووية خلال العقود المقبلة في تأمين حاجات البلاد في مجال الطاقة ولا سيما الكهرباء، وأيضا انخفاض مدى اعتماد إيران على الطاقات التقليدية. بطبيعة الحال من جهة يعني كيفية مساعدة هذه الطاقات الجديدة والمصادر الجديدة إيران للمقاومة في وجه الضغوط الغربية، بطبيعة الحال وفي ظل العقوبات الأمريكية إيران كانت تواجه عقبات صعبة خلال السنوات الأخيرة في طريق الحصول على المصادر اللازمة لمنشآتها النووية، ولكنها وبعد الآن تمتلك مساحة أكبر للمناورة في هذه المجالات، وكل هذه الخطوات الأخيرة من جانب إيران تندرج ضمن رؤيتها الشاملة للاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، والتي نعرف أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران في هذا المجال تعتمد على الطاقة النووية. والآن مشاهدينا إلى فقرة وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، كشفت مجلة بوليتيكو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض استخدام حق النقد ضد قانون جديد يشدد العقوبة على العسكريين الذين يعصون الأوامر، رافضا التماسا وقعه أكثر من 25 أوكراني. بوليتيكو تقول إن مجندين في صفوف قوات كييف يفتقرون إلى الخبرة العسكرية، فروا طمعا بالنجاة فضلا عن التمرد والسكر وسوء التصرف. ووفق القانون الجديد فإن عقوبة مخالفة الأوامر تصل إلى السجن 5 سنوات، فيما تصل عقوبة الهروب أو التخلف عن الخدمة من دون سبب وجيه إلى 10 سنوات. المجلة أشارت إلى أن تدفق مئات آلاف المجندين الجدد أضر بعملية التدقيق المعتادة، وانتهى الأمر بوصول بعض الجنود غير المؤهلين إلى الجبهات. جندي أوكراني ممن تركوا الجبهة في بخموت قال لبوليتيكو إن ترك المواقع يكون أحيانا الوسيلة الوحيدة للهروب من الموت، وأن القيمة القتالية انخفضت إلى الصفر.
مشاهدينا، حين تكون الأهداف سياسية والجهات المستفيدة غربية أطلسية، فحتى الفن لن يسلم. حصار ثقافي على روسيا طال نخبا، تركت إرثا عالميا ثمينا. ولكن على مسرح ماريينسكي الروسي، أوبرا كارمن الفرنسية بقيادة أوركسترا أمريكية تثبت أن الفن يبقى أسمى من لعبة المصالح الدولية. على خشبة مسرح ماريينسكي الروسي الشهير تعرض أوبرا كارمن للملحن الفرنسي العظيم جورج بيزيه، أما الأوركسترا فيقودها فنان أمريكي قدير. عشقت مسرح ماريينسكي عندما كنت طالبا عام 97. آنذاك أصبحت من رواده وحضرت بروفات كثيرة ووضعت هدفا لي أن أعود إليه. إنه واحد من أفضل المسارح في العالم. ذخيرة عروض المسرح هائلة وتضم أعظم مؤلفات البشرية. في أوبرا كارمن اجتمع الحب والتعصب والشر والموت، وهذا تجسيد لعالمنا اليوم. يقال أن الفن خارج السياسة، ولكن ليس في حالة روسيا بالطبع. حضروا بوشكين وتشيكوفسكي وتشيخوف ودستيفسكي، فنانون غربيون كبار تحدوا الحضرة. قائد الأوركسترا الأمريكي ذو الشهرة العالمية كريستيان كناب يقود الأوركسترا على خشبة مسرح ماريينسكي في ساد بطرسبورغ ويقدم عرض أوبرا كارمن. كنت أتمنى أن أعمل بإشراف الفنان الروسي الكبير فاليري جيرجييف الذي يدير المسرح. لقد علمني كثيرا وأعطاني كثيرا من الأفكار. إنه قائد أوركسترا عظيم. في الحياة وعلى خشبة المسرح صراع أزلي بين الخير والشر. عندما نهب أنفسنا لخشبة المسرح فإن المشاهد يتلقى كل هذا العطاء وبدوره يهدينا الشكر والامتنان. ليس مهما أي دور تؤدي وبأي لغة. هذا الدور بالنسبة إلي وكأنني عشت دورة حياة كاملة وتقمصت شخصية البطل الذي كان قبل كل شيء إنسانا وديعا يحب أمه وخطيبته، لكنه تحول إلى وحش بسبب امرأة. سلام العبيدي من على خشبة مسرح ماريينسكي في سان بطرسبورغ، الميادين. ويبقى معنا سلام العبيدي، ونسأل هنا، أي قيمة معنوية وسياسية في تحدي فنانين غربيين للحصار الثقافي على موسكو؟ هناك بالفعل صراع أزلي بين الخير والشر، وهذا ليس فقط في المسرحيات وعلى خشبة المسرح، وإنما أيضا في الحياة. ولذلك عندما ننظر إلى هذه المسرحية من زاوية الواقع السياسي العالمي، نرى أن هناك عدم تقبل لتسييس كل شيء في الكون، وهذا نراه أيضا في تصرفات شخصيات بارزة ولامعة من الفنانين في كل العالم بما في ذلك من الغرب. وهذا رأيناه من خلال التصرف الشجاع للعازف يعني لقائد الأوركسترا الأمريكي كريستيان كناب. إذن الفن يجب أن يكون خارج السياسة، لكن مع ذلك الفن أيضا يخدم السياسة، لكن يجب أن يخدم السياسة لأهداف بناءة، لأهداف إنسانية، يعني لتقديم العطاء والإبداع للإنسان من أجل إغنائه روحيا وفكريا، وليس من أجل التحريض والتسفيه. ونلاحظ أن يعني من خلال هذا التصرف لهذا الفنان الأمريكي، نلاحظ أن الحقيقة تنتصر على الكذب، ونلاحظ أن الفن الرفيع يعرض على خشبات المسرح الروسي، في حين أن الغرب يقاطع كل ما هو ذو صلة بروسيا. إذن روسيا في هذه المعركة يمكن أن نقول من خلال هذا الأداء استطاعت أن تنتصر فنيا وثقافيا. نسأل محلل الميادين للشؤون الإيرانية سيافش فلاح بورو، انطلاقا من تجربة إيران الطويلة مع العقوبات والحصار، كيف يمكن للفن أن يساهم في مواجهة الحصار؟
نعم، الفن بطبيعة الحال لغة دولية لا تعترف بالحدود السياسية والأمنية التي ترسمها وتفرضها القوى السلطوية على الآخرين، فهذه اللغة الدولية بالتأكيد ستكون قادرة على تقريب التيارات الوطنية والمؤمنة بالسلام في مختلف الدول من مختلف الجنسيات من مختلف الثقافات واللغات. فوفق رؤية طبعا شاملة ومشتركة قائمة على المبادئ الإنسانية والنظرة الإنسانية. فالمخاوف الغربية من المؤسسات الفنية أيا كانت روسية إيرانية فنزويلية تأتي في ضمن الإطار نفس الإطار، لأن هذه المؤسسات الفنية تتمكن من إيصال الرسائل الحقيقية من جانب الدول المستهدفة الشعوب المستهدفة إلى العالم بأكمله. وبالنظر إلى تاريخ العقوبات الأمريكية والغربية ضد إيران نجد أن هذه العقوبات تستهدف أولا المجالات الإنسانية والفنية لسد هذا الطريق للتواصل وللاتصال بين الدول المستهدفة ودول وشعوب أخرى. وبناء على هذا الأمر إيران بدأت تستثمر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مؤسسات فنية وسينمائية وموسيقية، منها مؤسسة أوجة السينمائية على سبيل المثال في إيران. وبالنظر إلى هذه الحقائق يبدو أن على الدول التي تتعرض للضغوط الأمريكية والغربية أن يعني تنظروا أهمية إلى هذه المجالات وتعزز علاقاتها الثقافية والفنية فيما بينها. من جديد إلى سلام العبيدي. سلام، قلت في مداخلتك السابقة الفن يجب أن يبقى خارج السياسة، ولكن فعليا هل يمكن أن يبقى الفن الرفيع خارج الحسابات السياسية أم أنه أداة توظف كما غيرها؟ الفن يجب أن يخدم الأهداف السياسية البناء إذا كانت هذه الأهداف تعني خدمة الإنسان، تطويره روحيا، خدمة قضاياه العادلة الإنسانية، وهذا ما نراه عمليا يعني في الكثير من المجالات. نحن نرى أنه في المسارح الروسية والصينية والإيرانية والهندية والكثير من المسارح العالمية تعالج قضايا تناغي وتناشد هموم الإنسان وتحاول أن تجد لها حلولا، في حين نرى في هوليوود وفي يعني في الفن الغربي هناك يعني السوبرمان والى اخره، يعني الامور ليست البناءة وانما القوة الخارقة التي تقتل وتعربد وتفعل وتعبث فسادا. لذلك اذا كان الهدف نبيلا، اذا كان الهدف السياسي نبيلا، فالفن يمكن ان يخدمه. نتذكر مثلا فن الحرب في الحرب العالمية يعني او الحرب الوطنية الروسية، الفن خدم روسيا الاتحاد السوفيتي السابق من أجل تكريس وتعزيز النصر على خلاف الدعاية والبروباغاندا النازية الهتلرية. واليوم أيضا نرى نفس هذا المشهد، روسيا تقدم عروضا عالمية شهيرة لجورج بيزيه لموزارت لبيتهوفن، في حين لا نرى شيئا مقابلا في الغرب، نرى فقط الدعاية والإعلام الحربي والتحريض وإلى آخره. إذا الفن الرفيع يمكن أن يخدم الأهداف السياسية النبيلة لخدمة البشرية، في حين الدعاية والبروباغاندا هي بالعكس تفعل الشيء المعاكس تماما. نعم، الزميل سلام العبيدي كل الشكر لك، وكذلك شكر موصول للزميلين سيافش فلاحبور وموسى سرور. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده قضية اليوم. من جديد أهلا بكم. أطفال تحت الأنقاض، عائلات بلا مأوى، مآس إنسانية. المكان سوريا، ألم هذا الشعب ليست على خارطة الاهتمامات الدولية. مساعدات تصطدم بحصار قيصر وخطابات عنصرية وسياسية. إنسانية مجزأة تحكمها لعبة المصالح. كارثة طبيعية تفضح زيف منظومة القيم الغربية. بين زلزال مدمر وحصار أكثر تدميرا تلملم سوريا ضحاياها من تحت الركام. بالحديث عن سوريا وضحاياها هنا يبرز النفاق الدولي والإنسانية المجزأة اللذان ظهرا بأبشع صورة منذ الساعة الأولى لوقوع الكارثة. دمر الزلزال ما صدعته عقوبات قيصر، ولكنه لم ينجح في تحريك ضمائر العالم إزاء حجم المأساة السورية.
أمام تهافت دولي على إرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا، غابت الحماسة الدولية نفسها في تحدي العقوبات الأمريكية وانتشال السوريين من تحت أنقاض الحصار. في ظل حاجة سوريا الملحة إلى أوسع دعم بالمعدات والاختصاصيين، ينصاع الغرب مرة أخرى لأوامر واشنطن التي تعرقل بعقوباتها أي أمل للسوريين في إغاثة المنكوبين العالقين تحت الركام والذين تتضاءل فرص نجاتهم مع تقدم الوقت. الرئيس الأمريكي جو بايدن قالها صراحة إن المساعدات الأمريكية لسوريا ستكون عبر من سماهم الشركاء الإنسانيين المدعومين من الولايات المتحدة، في تصريح برر فيه استثناء مناطق سيطرة الدولة السورية من المساعدات التي تعرت هنا من صفتها الإنسانية لتأخذ صفة سياسية بحتة. الإنسانية المجزأة لم تقف عند الحكومات الغربية المنصاعة للإملاءات الأمريكية، بل تعدتها إلى وسائل الإعلام الغربية التي لم تحد عن ازدواجية معاييرها، إما في تغييب تغطيتها لحجم الكارثة في سوريا، وإما في تصويبها خلال تغطيتها السهام إلى الدولة السورية، بدلا من إظهار حجم الأزمة الاقتصادية التي عمقت مأساة السوريين الحالية. أمام نفاق غربي وتنفيذ لأجندات سياسية بحتة كشفهما زلزال، كانت الدول المحاصرة من قبل الغرب هي أول من يهب لمساعدة سوريا في تحد للعقوبات الأمريكية. روسيا وإيران مثلا أرسلتا طائرات مساعدات إنسانية إلى دمشق، فيما أقام العراق جسرا جويا إلى سوريا لإرسال مساعدات إغاثية عاجلة. حتى لبنان الرازح تحت أزمة اقتصادية خانقة أرسل فريقا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، فيما لم تتأخر تونس والجزائر والأردن والإمارات عن مساعدة سوريا أيضا. نبدأ مع محللة الميادين للشؤون السياسية والثقافية ديما نصيف. ديما أهلا بك. بالإضافة إلى التبعات الناجمة طبيعيا عن هذا الزلزال، كيف تظهر اليوم خلال هذه الكارثة الأثر الأكبر للحصار المفروض على سوريا؟ يعني تبدى أولا نتاج 10 سنوات من هذا الحصار، طبعا هو حصار يعني وعقوبات تفرض منذ وقت طويل، ولكن لأن زاد من قسوة هذا الحصار ومن مضاعفة تداعياته بأن سوريا كانت تحت الحرب لمدة 10 سنوات، وبالتالي كل البنية التحتية التي في جزء كبير منها تم تدميره في الحرب وتحت وطأة الاشتباكات والقتال وأيضا يعني القصف، وبالتالي ولم يكن هناك إمكانية لترميم هذه البنى التحتية لأن الموارد يعني باتت شحيحة، موارد تستنزف على مدى 10 سنوات، وليس هناك من أي إمكانية للاستيراد أو للاستعانة بأي من الدول التي يمكن أن توضع فورا على قائمة العقوبات الأمريكية. وحتى عندما كانت أو استطاعت سوريا يعني استرداد المساحات الواسعة من أراضيها، وكان يفترض أن يتم فتح المعابر عند وصول الجيش السوري والحلفاء إلى مختلف الحدود سواء العراقية أو الأردنية، سارعت واشنطن لتلوح بعقوبات إذا ما كان هناك تقديم لأي مساعدة قد تساعد سوريا في إعادة الأعمار أو في إعادة تأهيل البنى التحتية، وأن تقتصر هذه المساعدات فقط على المساعدات الغذائية والطبية ويعني الاستخدامات اليومية ليس أكثر من ذلك. يعني يقتصر عمل المنظمات الدولية فقط على تقديم هذا النوع من المساعدات طيلة فترة الحرب، وبالتالي هناك استنزاف للموارد وهناك استنزاف للبنية التحتية، وهذا ما توضح بشكل أساسي اليوم في هذه الكارثة، حيث لا تملك سوريا الموارد الكافية لإزالة الأنقاض، الموارد الكافية لإيجاد كوادر وفرق للإغاثة، وأيضا ناهيك عن أن هناك الكثير من يعني البنايات التي كانت يجب أن تخضع لعمليات تدعيم وترميم لم يتح ذلك بسبب نقص المواد التي يعني يمكن أن تساهم في هذه العمليات، وبالتالي هذا أدى إلى انهيارها بشكل كامل وخاصة في مدينة حلب. إلى مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. منذر، كيف تعاملت الإدارة الأمريكية مع هذه الكارثة، كارثة الزلزال في سوريا، مقارنة بكيفية تعاملها مع الكارثة في تركيا؟ بايدن مباشرة اتصل بأردوغان، وأيضا وزير الخارجية بلينكين اتصل بنظيره التركي،
وصدرت تصريحات بإرسال وفدي إغاثة وبحث من الولايات المتحدة واستعداد أيضا لتقديم المعونات الصحية وغيرها لتركيا. وعندما سئل الناطق الرسمي باسم الخارجية ماذا ستقدمون بالنسبة لسوريا، عاد إلى المعزوفة التي ترددها الإدارة بأنه النظام في سوريا هو مسؤول عن المأساة التي يعانيها شعبه، وبالتالي لا يوجد سنقدم المساعدات للمنظمات التي نقدمها. طبعا وتم التذكير بأنه الولايات المتحدة أنفقت على مساعدات منذ بداية الأزمة في سوريا، وأنه في العام الفائت قدمت حوالي 800 مليون دولار. طبعا تتجاهل الولايات المتحدة أن الدولة السورية هي دولة شرعية ممثلة رسميا، ويفترض أن يتم التعامل معها مباشرة وليس محاولة تجاوزها إن كان عبر المنظمات التي فقط تتعامل مع الولايات المتحدة عبر وكالة التنمية الدولية، أو عبر مباشرة عبر المساعدات، أو حتى عبر المساعدات من قبل المنظمات الأمريكية. الولايات المتحدة لا تزال طالعة في الجريمة التي ترتكب بحق سوريا، وهي تحتل الأراضي السورية بطريقة طبعا غير مشروعة، ويفترض أن تكون هذه الكارثة فرصة للولايات المتحدة لتصويب هذه السياسة الإجرامية والعودة عنها. نعم، أعود إليك منذر الآن إلى محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين. أهلا ومرحبا بك قاسم. ما دلالة أبعاد تجاهل أمريكا وأيضا الدول الغربية الإشارة إلى ضحايا هذه الكارثة في سوريا؟ الدلالة الأكثر منطقية هي أن الولايات المتحدة والدول الغربية هي تتحمل نصيبا وافرا من مأساة دفن الضحايا تحت الأنقاض أحياء. لماذا؟ لأن بالقانون الإنساني المتعارف عليه يعني شرقا وغربا، أن عندما يكون شخص يتعرض للخطر، إذا لم ينقذه الشخص الآخر هو يتحمل المسؤولية. وهذا القانون الإنساني الذي تحول إلى فلسفة عن طريق برنار كوشنر في العراق باسم حق التدخل الإنساني، وتحول فيما بعد للتدخل بسوريا. عندما تتدخل الدول الغربية للتخريب والتدمير تستعمل هذا المنطق الإنساني وتتدخل، لكن عندما تكون التدخل هو لإنقاذ الأرواح، هو لإنقاذ لتحمل واجب العزاء، يعني حتى الحد الأدنى الفطري الإنسان البسيط الأولي البدائي هو أن لا يسكت الإنسان على منظر بهذا الحجم، على مأساة بهذا الحجم، وأن يفعل حتى لا إذا كان لا يريد أن يفعل، أن يقول ما يجب أن يقال. أما إذا لم تتحرك هذه الدول بكل عنجهيتها وبكل ادعاءاتها، فهذا دليل على أنها شريكة بالجريمة، أو هي المسؤول الأساسي عن جريمة ما يمكن إنقاذه من أرواح الناس. والآتي سيأتي، لأن الزلزال له تداعيات كبيرة، والناس ستحصد ما هذه التداعيات آجلا أو عاجلا. ديما نصيف، ليس فقط خلال هذه الكارثة بل حتى قبل هذه الكارثة أو هذا الزلزال، أي ثمن دفعه الشعب السوري المواطن الإنسان في سوريا نتيجة الإجراءات الغربية؟ يعني الثمن كان باهظا بشكل كبير جدا، لأنه يعني عدا الاستنزاف الذي كان كبيرا وطويلا خلال 10 سنوات أو ربما أكثر، يعني بدأنا ندخل في العام 12 تقريبا على الحرب على سوريا، وبالتالي كان هناك استنزاف حتى للموارد الشخصية للعائلات السورية، حتى المدخرات، حتى ربما من كان ربما يملك عقارات إلى ما هنالك، لأنه يعني ليس هناك من دورة اقتصادية صحيحة حتى يستطيع
يستطيع المرء أن يسترد قيمة الأموال التي يدفعها، وأيضا انهيار قيمة العملة السورية بشكل كبير جدا خلال فترة الحرب، أيضا أنقصت كثيرا من قيمة المقتنيات التي كانت لدى الناس في هذا البلد. طبعا ناهيك عن أن هناك جزء كبير يعني كان يعتمد على الحوالات الخارجية، ووضع سوريا على لائحة العقوبات المالية والمصرفية أيضا منع تحويل الكثير من الأموال التي كان يمكن لها أن تشكل داعما وسندا للعائلات السورية. طبعا استنزاف المؤسسات الرسمية، استنزاف الكوادر، استنزاف البنى التحتية، أيضا الخراب الذي لحق بوسائل المواصلات وبالطرق الواصلة بين المدن، هذا أدى إلى قطيعة بين النسيج الاجتماعي السوري، لأنه لم يعد هناك دورة اقتصاد متكاملة بين المدن السورية على غرار ما كان قائما قبل الحرب، وبالتالي هذا ما كان يشكل اكتفاء ذاتيا لسوريا، وهذا ما يعني مكن سوريا بأن لا يكون لديها ديون خارجية وبأن تعتمد على مواردها سواء على مستوى العمالة أو حتى على مستوى الموارد في اقتصادها. كل ذلك أثر طبعا بشكل كبير جدا، والحديث يطول يعني شرحه حول مدى تأثيرات هذه العقوبات طبعا وهذا الحصار إلى جانب الحرب وتداعيات الحرب على الشعب السوري. من جديد إليك منذر سليمان، تبرر واشنطن سياسة الحصار والتجويع على سوريا بأنها تمارس العقوبات على السلطة وليس على الشعب السوري، هل فعلا يستثنى الشعب من هذا الضرر؟ يعني هناك بدعة اخترعها الأمريكيون والغربيون عندما قالوا بأن هناك عقوبات ذكية، وبدأ بدأت هذه البدعة خلال حصار العراق في الثمانينات والتسعينات، ثم انطلقت لكي يتم تطبيقها على دول أخرى بما فيها سوريا، بمعنى أنه تغيير سلوك الأنظمة يتم عبر فرض عقوبات اختيارية انتقائية، ولكن الأمر الحقيقي أن هذه العقوبات وهذا الحصار هو يطال الشعب وليس فقط الحكومات، وبالتالي الولايات المتحدة عندما تحاول تبرير هذه السياسة عليها أن تعود لتقر، يفترض الإقرار بأن هذه السياسة هي سياسة فاشلة، نعود إلى كوبا الدولة المحاصرة الأكثر يعني زمنا في الحصار والعقوبات ولم تستطع النيل من كوبا. طبعا يستمر الحصار على غزة، يستمر الحصار على سوريا، على لبنان، على مناطق أخرى تمارس هذه السياسة، والآن يعني بسبب الحرب في أوكرانيا تمارس هذه العقوبات، والواضح أنه حتى هذه العقوبات لم تستطع النيل من روسيا كما كان يعتقد. إذن بالفعل هناك نوع من التغطية على أن سياسة العقوبات هي سياسة تستهدف الشعب كله وليس النظام، لأنه بنهاية الأمر النتائج السلبية لها تعود على النظام. وإذا كانت جائحة كورونا لم تكن مبررا كافيا لوقف الحصار والعقوبات، فالزلازل يفترض أن تكون يعني، ونحن نشاهد كيف يتصرف العالم الغربي حيال هذا الأمر. قاسم عز الدين، طالما أن هذه المنظمات المعنية بالإغاثة هي منظمات يقال أنها منظمات أممية، لماذا تضطر المنظمات الإنسانية الدولية إلى الالتزام بالحصار والعقوبات التي تفرضها واشنطن؟ يعني هو اسم على غير مسمى، ومقصود هذا الاسم على غير مسمى منظمات أممية، منظمات إنسانية دولية إلى آخره. بالمناسبة أنا أعتقد أن يعني حتى التدخل ما يسمى المجتمع الدولي للإنقاذ والإغاثة في سوريا هو الأرجح يعني كثير من الجعجعة وقليل من الطحين، سواء يعني بالنسبة لجنوب تركيا أو لشمال سوريا في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا، هي يعني دعاية أكثر من فعل. ماذا يعني يعني أن تتدخل فرنسا ب 67 خبير وإلى آخره أمام هول مأساة وكارثة طبيعية تهز الكوكب بهذا الحجم؟ الأمم المتحدة التي مفترض أن تكون هي الحوكمة الرشيدة للعالم يعني على هذا الأساس تسمى، لديها صندوق طوارئ، لديها وكالة للإغاثة،
لدي وكالة للشؤون الإنسانية ولتنسيق وكالات على مد عينك والنظر، لكن بنهاية المطاف لا تتحرك أي مكتب من هذه المكاتب المنتشرة في كل الدول، لا يتنفس إلا من تحت قبط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتنفس بدوره من الولايات المتحدة. بنهاية المطاف أمام وقائع كثيرة، وخاصة أمام هول هذه الكارثة وقول الأمين العام أنه يعول على المجتمع الدولي لإنقاذ العائلات المنكوبة، أو منظمة الصحة عندما تقول 32 مليون مهددين بالخطر ومليون ونصف طفل، أين أين كل هؤلاء؟ هذه الأمم المتحدة مكاتب لخدمة مصالح الدول عندما تحتاج وتستعين بها وتتدخل فيها، وخاصة ما رأيناه في سوريا وفي العراق وفي أفريقيا وفي كل مكان، واليوم في أوكرانيا وغيرها. ديما نصيف، وبدقيقة لو سمحت، أي دول استطاعت أن تتخطى هذا الحاجز، حاجز العقوبات الأمريكية والغربية، ومن يتفادى ذلك؟ يعني على الأقل ما نشهده حتى اللحظة أن الإمارات وكذلك الجزائر، وطبعا يعني يتوقع أن تصل أيضا مساعدات من الهند ومن باكستان، هناك حراك دبلوماسي نشط سواء من دمشق أو من الحلفاء من أجل تقديم هذه المساعدات. وطبعا لا نتحدث عن المساعدات الإيرانية والروسية لأنها بطبيعة الأحوال مساعدات متوقعة، وهذا موقف الحلفاء طيلة الحرب، ويعني وأيضا خلال هذه الكارثة الإنسانية، فهو متوقع أن يكون هذا الجهد وهذه المسارعة من الحليفين لتقديم المساعدة. بالتالي هو نوعا يعني بشكل أساسي هو كسر للحصار، وإن كانت لا تزال المساعدات هي فقط على مستوى طبعا العراق، لا ننسى العراق، هي مساعدات على المستوى الخدمي والعفوا المستوى الطبي والغذائي، وربما يكون في مرحلة متقدمة أيضا لبنان في مرحلة متقدمة قد تدخل ربما آليات و يعني أدوات تساعد أكثر في انتشال الضحايا وإزالة الأنقاض. منذر سليمان، وبدقيقة أيضا لو سمحت، هل من الممكن أن تشكل هذه الكارثة فرصة للدول العربية والغربية لتغيير سياسات العقوبات والعزل تجاه سوريا؟ بداية هي نوع من التمني، ويفترض أن تحصل. يعني ماذا ننتظر بعد زلزال وضحايا وكارثة وفاجعة؟ على الأقل ربما هذا سيؤدي إلى أن تراجع تركيا أيضا سياستها نحو سوريا، وهذا يسرع في عملية التقارب. الأمر الآخر أن تصحح هذه الدول التي تآمرت على سوريا، خاصة الدول العربية، أن تصحح من واقفها وأن تتخذ منها فرصة. السوريون لا يحتاجون إلى منا، هم فقط العرب في كل قطر عربي يمكن أن يرد الجميل لسوريا. أبناء سوريا في الواقع قدموا مساهمة في إحياء وإنماء كل الدول العربية بأشكال مختلفة، ثقافية، مهنية، فكرية، اقتصادية، غيرها. حتى أن اللاجئين السوريين ليسوا عالة كما يحاول الغرب فرضهم كعالة، هم ناشطون وهم يجتهدون وهم يعملون، وإذا قدمت لهم الفرصة ولا يتم استخدادهم سلعة أيضا سياسية. إذن من الواجب على الدول العربية خاصة الآن أن تتحرك وأن تعيد علاقاتها الطبيعية لسوريا. قاسم عز الدين، وبأقل من دقيقة لو سمحت، كيف يعري هذا الزلزال منظومة القيم في الدول الغربية؟ بجملة وبأقل من نصف دقيقة، أمام المأساة الطبيعية، أمام المآسي الإنسانية بهذا الحجم، المشاعر الطبيعية الحد الأدنى أن يشعر الإنسان أنه يعيش على كرة أرضية ككل، سريعة العطب، مهددة بالدمار، مهددة بكل أنواع التهديد. وبنهاية المطاف أن يفكر بأن كلنا نعيش في مركب واحد مهدد بالغرق، لكن الوحوش الكاسرة ترى الكرة الأرضية ومن عليها وما فوقها وما تحتها غابة للوحوش الكاسرة، ولا ننتظر الزلزال والمآسي من هذا النوع لكي نستشف ونسترشد. كل يوم نعيش أن هذه الوحوش الكاسرة ترى العالم غابة متوحشة لمصالحها ولأنانياتها. الزملاء قاسم عز الدين، ديما نصيف، منذر سليمان، كل الشكر لكم مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة. التحليلية انتهت.